السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال جميعا؟ بداية بحب أشكركم جميعا على التعليقات الإيجابية الكثيرة اللي وصلتني من أغلب طالباتي. كلموني بعد الامتحان كانوا جدا مبسوطين، في ناس لسه ما كلمتني بس أغلب اللي كلموني كانوا مبسوطين، يقولوا لي يعني رغم إن الامتحان كان صعب لكن حسينا نفسنا قدرنا نحل، قدرنا نفهم، دخلنا وإحنا فاهمين المنهج، وهذا بالنسبة إلي كان يعني دافع قوي جدا إنه أنا أكمل معاكم. قبل ما نبدأ يعني أنا حابة مع بعض ناخد نية، يعني نستحضر النية حقت التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى من ندرس الأحياء، يعني لأن الله تعالى في آيات كثير قالوا في خلقهم ألا يتفكرون، فلو نستحضر هذه النية يعني إحنا بنصير بنمارس عبادة مهمة وعبادة عظيمة اللي هي عبادة التأمل. شوف الله سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله، تعالى خلق كل شيء بقدر، خلق كل تركيب مناسب لوظيفة معينة. لكن خلينا يعني برضو نستحضر حاجة أخرى، الله سبحانه وتعالى قال خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام، فيما معناها يعني خلق السماوات والأرض في 6 أيام. طيب موضوع 6 أيام صحيح هو قليل بالنسبة لخلق السماوات والأرض، لكن ما يخليك يقول إنه ربنا سبحانه وتعالى كان يقدر بلمح البصر إنه هو يخلقها، لكن أعطاها حقها ومستحقها. فأنت الآن لما تيجي ليلة الامتحان تبغى تذاكري البيولوجي كذا وتوقع انه يدخل في مخك الامتحان، لا، لازم من بداية السمستر تاخدي وقتك، وهذا حتى لو تأخرتي عن بداية السمستر مو مشكلة، بس تعطي كل فصل كل حقه ومستحقه. يعني الله بيقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني يقدر يسويها لمح بالبصر، ما في، بس سبحان الله خلقها بستة أيام، فهذه هي طبيعة الحياة، هذه هي سنة الحياة، ان كل شيء ان شاء الله لازم ياخذ وقته. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نستحضر النية جميعا، ناخذ الأجر، ما يكون عندك مجرد تعب للدنيا، كمان أنت تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ويمكن سبحان الله تستمتع بمذاكرة الأحياء بدي الطريقة. بسم الله توكلنا على الله. عزيزاتي، الملزمة مترجمة كلمة كلمة، لكن أنا سويت لنفسي نسخة تانية للشرح عشان وأنا أشرح حضراتكم ما تجلسوا تتابعوا وتشوفوا لي الترجمة وتسيبوا الشرح وما تطالعوا عليه. يهمني جدا إنه أنت تكوني مركزة على الإنجليزي. طيب بس عندك ملزمتك مترجمة تقدري ترجعي لها، بس اسمعي الشرح بالعربي أهم من الترجمة، لأن الترجمة الحرفية ما بتعطيني نفس كده الجمالية حقت الشرح والمصطلحات الإنجليزية. فلما أقول لك diversity of life، إيش يعني diversity of life؟ يعني تنوع الحياة. ربي خلق مخلوقات كثيرة 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 ومتنوعة. كيف أدرسها؟ كيف أقدر أفرق بينها؟ خصوصاً لو أنا كنت عالمة أحياء، كيف أقدر أدرسها؟ عن طريق systematics اللي هي النظامية الحيوية. السيستيماتيك هي النظامية الحيوية. النظامية الحيوية بتعتمد على فهم التاريخ التطوري، evolutionary history، evolutionary history، تاريخ التطور، يعني بتهتم إن هي تدرس تاريخ تطور الكائنات على الأرض. كيف هقدر أدرس evolutionary history للتطور؟ عن طريق دراسة 3 أشياء. الأولى هي الفوسيلز ريكورد، الأحفوريات، يعني هما بيحفروا وبيطلعوا العظم حق الكائنات وبدرسوا وبيعملوا ريكورد اللي هي البيانات. إذا فوسيل ريكورد البيانات الأحفورية. كومباريتيف أناتومي، علم التشريح المقارن، يعني بيشرحوا وبيقارنوا الكائنات في بعضها البعض. وأخيرا الحاجة اللي عملت ثورة في عالم الدراسة والسيستماتيك ودراسة الإيفوليوشن هو التطور، الموليكيولار داتا. الموليكيولار داتا عمل تطور وثورة مهمة في دراسة الإيفوليوشن هو التطور. الإيفوليوشن داتا، الموليكيولار داتا سوري، اللي هي البيانات الجزيئية اللي هي طبعا بروتين، بندرس فيها البروتين على مستوى الموليكيول، يعني معلش عشان انا بكتب من اللابتوب بس انتوا عارفينها، بروتين دي ان ايه يعني والار ان ايه،
بنقارن البروتينات والدي ان اي والار ان اي. طبعا الدي ان اي والار ان اي ادق من مين؟ ادق من البروتين. اذا هذه الثلاثه اشياء كانت مهمه عندي في السيستماتكس اللي هي النظاميه اللي بتعتمد على الايفولوشن هو التطور. وكمان في علم التصنيف العادي اللي احنا ماخدينه. التصنيف انه احنا بنصنف الكائنات تصنيف عادي عن طريق الخصائص حقتها ونعرفها. اذا ايش هو التصنيف او تاكسونومي؟ برانش اوف بايولوجي، هو فرع من البيولوجي. concerned بيهتم في identifying, naming, classifying organism. identifying يعني اعرفه، اعرف هذا الكائن، بعد ما اعرفه naming اسميه، بعد ما اسميه اشوف هو شبه مين، اروح اعمل classifying اصنفه او classify مع هذا الكائن اللي شبهه. علم التاكسونومي عبارة عن part of systematic، جزء من systematic. طيب إذا عرفنا التاكسونومي هو طيب نيجي نتكلم الآن عن التصنيف. التصنيف اتفقنا أنه هو جزء من السيستميك. التصنيف على مر الزمان مر بكثير من التغيرات، لأنه كل فترة بنكتشف كائنات جديدة. في الأول كان بدائي، وهلأ صرنا مضطرين أنه إحنا نتوسع. أفضل شيء توصلوا له لحد الآن هي اللينيان تاكسونومي. هذه اللينيان تاكسونومي بدأت في 17th century، في القرن 17، عن طريق العالم كارلوس لينيوس. هي هذه طريقة التسمية على اسم العالم. طور طريقة developed، يعني طور طريقة اسمها binomial nomenclature. binomial by جاية من two، لأنه by معناها اثنين. nomial أجزاء، nomenclature يعني تسمية، يعني اسم. إذا هي التسمية الثنائية. في التسمية الثنائية أنا عندي بستخدم جزئين لنفس الكائن. شايفين هذه الرسمة؟ الرسمة هذه أنا اختصرت لكم فيها كلام كتير نظري في رسمة واحدة. لكن هالكلام النظري ده هنسحب عليه؟ لا، ما في شيء بنسحب عليه. هنرجع نقرأه تاني ونفسره ونحط بعض الكلمات المهمة، أو زي ما بتحبوا تقولوها الكلمات المفتاحية اللي تحفظوها. لكن إجمالا هذه الرسمة راح تشمل لي كتير من الشرح. طيب إيش يعني binomial؟ قلنا جزئين. الاسم هذه الذبابة أصلاً كان لها اسم شائع، لسه مو الاسم العلمي، اسمها الشائع كان fruit fly، ذبابة الفاكهة. الأسماء الشائعة ما بتزبط معايا في الطريقة العلمية لأسباب عدة راح ناخدها لاحقاً. لازم يكون عندي scientific name، اسم علمي. الاسم العلمي لإلها هو دروسفيلا ميلانوغاستر. بتكون من جزئين. الجزء الأول هو الجينوس، يعني هذا الجزء هو الجينوس، والجزء الثاني ميلانوغاستر هو السبيشيز. الجزء الأول دائما بيكون كابيتالايز كبير، والجزء الثاني بيكون لاور كيس، يعني ما بيبدأ بخط كبير، بيبدأ بخط صغير. طيب ممكن نقطة ثانية، لازم الاسم يكون إيتاليك بخط مائل، أو نحط تحته خط underline or italic، واحدة من الاثنين، كده أو كده. لا السبيشيز ولا الجينس، للاثنين لازم يكون يا تحتها خط يا تكون بإيتاليك. طيب بس نقطة أخيرة اكتبوها، لأنه ما هي موجودة وهنا أنا نقولها لاحقا، بس مو موجودة بدي الصورة. وأنا وعدتكم من الصورة هذه تكون شاملة كل قواعد التسمية. اسم الجينس ممكن نختصره بالحرف الأول بعدين نحط نقطة ونكتب اسم السبيشيز ميلانوغاستر. ما بعرف كتير أكتب على اللابتوب ده. أوكي هذه النقطة الأخيرة ممكن نختصره، بس لازم يكون مائل ولا أو تحته خط. نرجع تاني للكلام النظري، معطيني هنا مثال تاني في الكتاب. بيقول لي الليليوم كانيدا نايس، وكائن آخر اسمه ليليوم باليبرفيوم.
أوكي، هذول نوعين من الزنبق، كلاهما نوعين من الزنبق، اختلفوا طبعا، يعني هم صنفين فلازم يختلفوا باسم مين، يختلفوا بالسبيشيز، يعني هم الاثنين different species of lily، نوعين من الزنبق. الكلمة الأولى هي الجينوس، والكلمة الثانية هي السبيشيز. السبيشيز والاثنين ينتموا إلى نفس الجينس، لاحظتوا نفس الجينس لكن اختلفوا في السبيشيز فأصبحوا كائنين مختلفين. في معلومات كتير نظرية عند هالموضوع، حاولت ألخصها قدر الإمكان، رح نتكلم عنها الآن ونحاول نضع بعض الكلمات المفتاحية في كل جملة. هنا بقول why do organisms need scientific names؟ ليش بنحتاج scientific name؟ ما كنا خلاص سميناها ذبابة الفاكهة وما نبغى الغلبة دي كلها. في وجهة نظر في الموضوع لكن خلينا نعرف ليه ما ينفع. common name varies، تختلف varies from country to country، لأنه different countries لديها different language، يعني ممكن نقول أنها تختلف بسبب language من بلد لآخر، تختلف كل بلد بسبب language. لا مو بس كده، حتى الناس اللي بيحكوا same language ممكن يوصفوا إنه same organism بشكل مختلف، ممكن حتى يعني describe the same organism، زي مثلا بقول لي هنا، خليني أقول لكم كده مثال عشوائي، الناس العرب كلهم في ناس بيقولوا طماطم في ناس بيقولوا بندورة for example، يعني هذا example بسيط جدا. في عندي مثال تاني وهذه الأمثلة أتوقع أنه ممكن تيجي في الامتحان، بوفين والجريندل والشبيك and the crepuses والثروت، كلها نفس اسم السمكة، سمكة واحدة كلها نفس اسم السمكة اللي هي أميا كالفا، شايفين كيف؟ كلها نفس اسم السمكة. ممكن أقول لك إنه برضو بين الكونتريز ممكن same common name، اسم شائع لكن يكون different organism، وهذه أتوقع ممكن تيجي في الامتحان لما يقول لك روبن بيختلف في الإنجلند عن أمريكا عن يونايتد ستيتس، لكن كلها يعني بيختلف، يعني روبن اسم كائن ما وضح إيش هو في الإنجلند واسم كائن آخر في اليونايتد ستيت. على بعدين بقولك يعني عشان كده إحنا جينا اخترنا اللغة اللاتينية، لاتين إحنا اخترناها عشان كده. اللاتين إيش مميزاتها؟ هي universal language، لغة عالمية وكانت معروفة يعني لفترة معينة، وعشان كده العلماء thought يعني يعتقدوا إنه لما نستخدم نفس البينوميال نيم، نفس الاسم الثنائي، ممكن لما خلاص نعرف إنه إحنا بنتكلم عن نفس الكائن وخلاص، يعني بدل ما إحنا كل واحد يتكلم عن لغته، لا خلاص نستخدم الاسم العلمي عشان الكل يعرف إن إحنا بنستخدم the same organism. أنا عندي حوالي أكثر من 30 مليون species على الأرض، كيف قدرنا بسرعة كده نميز بينهم؟ بصيرنا نقدر latest fast and efficiency way to identifying يعني تعريف الكائنات أو التمييز ما بينها، اعتمدت على DNA based on DNA. طبعا DNA تعتبر molecular method، صيغة يعني طريقة جزيئية، استخدموا DNA علشان يميزوا بين أنواع الموسكيتو، الموسكيتو هي البعوض في الهند، يعني كانوا محتاسين يعني في أنواع البعوض مو عارفين يميزوها من بعضها، لما بدأنا نستخدم تقنيات DNA بدأنا نقدر نميز السبيشيز من بعضها. كلام نظري أنا عارفة لكن ممكن يكون موضع أسئلة، حاولت قدر الإمكان أني أعلم على الأهم اللي فيه. طبعا هنا يعني نعرف إنه باللاتيني إحنا بنستخدمها هي اللغة العالمية، نعرف إنه إيش أهم المشاكل اللي بتواجهنا نستخدم الأسماء الشائعة، وأخيرا نعرف إنه DNA صار طريقة فعالة إنه أنا ميز بين الأصناف. نكمل مع التصنيف، وللأسف جزئية الدور الثاني معتمدة شوية على النظري، بس ما علينا إحنا قدها إن شاء الله. في برضو علماء آخرين زي العالم ري وأرسطو، أرسطو طبعا من زمان 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 أول، يعني هو يعني تقريبا أول من الناس اللي بدأوا يصنفوا يعني من زمان مرة، ونفسه لينيوس برضو، بس هنتكلم عن هو كيف بدأ موضوع التصنيف حقه، يعني أنا نتكلم عن البدايات. خلينا نبدأ في أرسطو.
أرسطو قسم ليفينغ ثينغ ل14 جروب، ل14 مجموعة. الماملز اللي هي الثدييات، البيردز الطيور، الفيش، وهكذا. بعد ما قسمها لمجموعات عمل سب ديفايدد. ايش يعني سب ديفايدد؟ قسم المجموعات هذه كل واحدة من ال14 رجع يقسمها تاني according to what to size. يعني أول حاجة قسمها مجموعات، بعدين عمل سب جروب according to size. اجتهد الرجال، اجتهد يعني، بس كان طبعا السايز مش أدق حاجة في الموضوع، لكن هو على قد المعلومات اللي عنده كان إنجاز يعني في وقته. فهذه ممكن يجيب لكم إياها في الامتحان، كل واحد عمل صنف على حسب شو. فهنا عندي 14 جروب ماملز، بعدين سب ديفايدد على according to size. نفهم كله، لكن الكلمات اللي بتختلف أو اللي ممكن تكون موضع أسئلة هذه هي بإذن المولى. نيجي للري. ري أحدث حاجة اسمها natural system grouping. أوكي، قسم النباتات والحيوانات على how they were related، على حسب قد إيش هم في بينهم علاقة. هذا على حسب السايز، هذا على حسب العلاقة اللي بينهم. إجا لينيوس، هذا عمل حاجة إبداعية، كان بيحاول يقسم يشوف النباتات، وبالأخص كانت نباتات كاسيات البذور اللي هي النباتات المزهرة، وشاف عشان يفرق بينها الفلاور بارت، جزء الزهرة. يعني لاحظ ان الاختلاف هو جزء الزهرة، فقدر يصنفها لا سبيشيز وجينس واوردر على حسب جزء الزهر اللي فيها. هذا مهم جدا، انه هو اول ما بدا يعمل اوردر وكلاس على حسب الجزء الزهري اللي في النبات، ومنها انطلق الموضوع ده ولحد التصنيف الحديث اللي احنا واصلين له هلا. وهنا بس حبيت انوه لمعلومه هي قلناها بس يعني نحكيها بالانجلش، انه الجينوس هي عباره عن كلاسيفيكيشن كاتيجوري، فئه تصنيفيه بتحتوي على ميني سبيشيز، بتحتوي عده اصناف. بينما the species برضو عبارة عن taxonomy category، لكن تحت الجينس وبتحتوي على بس واحد species. مجرد معلومات نظرية عشان لما تيجي في الامتحان ما نتفاجأ من صياغة الكلمة، هي منطقية جدا لكن أوقات ممكن نتفاجأ من صياغة الكلمة في الامتحان. Nowadays هاي الأيام taxonomist، إيش يعني taxonomist؟ يعني علماء التصنيف بيستخدموا major categories، فئات تصنيفية رئيسية للclassification: species, genus, family, order, class, phylum, kingdom، ومؤخرا recently في higher taxonomic category، فئة تصنيفية أعلى اللي هي ايش هي الفئة التصنيفية؟ الدومين. زمان ما كان في الدومين، كانوا يفكروا انه في مملكة خلاص، هي البروكاريوتيك مملكة واحدة وخلاص فيها البكتيريا وكل حاجة، لحد ما اكتشفوا انه في دومين جديد هو الاركيا. ففوقها فوق الكيندو أضافوا الدومين، يعني هو recently. ليش خليت لكم إياه كده؟ عشان أقول لكم إنه ما كان موجود قبل، كان فيه 5 ممالك، لحد لما اكتشفوا وجود الأركيا شلوها من إحدى الممالك وعملوا دومين، حطوا البروكاريوتيك في دومينات منفصلة. إذن أعلى حاجة الدومين اللي ضم إضافتها مؤخرا كيندوم اللي هي المملكة، بعدين عندي الفيليوم اللي هي الشعبة، بعدها عندي الكلاس الصف، أوردر الرتبة، فاميلي اللي هي العائلة أو الفصيلة، جينوس اللي هي الجنس، وآخر حاجة السبيشيز. كل ما يكون لون الأصفر بيقول إنه بيكون جنرال، يعني إيش يعني جنرال؟ عام، الخواص عامة. كيندوم يعني البلاد كلها على بعضها بلاد. حيوان كله حيوان، سواء برمائي سواء ثدييات، كله حيوانات بشكل عام جدا. كل ما بخف اللون الأصفر بس بنتخصص أكتر، بصير specific وبيحتوي على related organism.
لحد هنا عندي related species هيكون نفس النوع خلاص، وصلنا يعني لأكتر حاجة specific. طيب اتفقت معاكم ان نعتمد شوية على النظري في هذا الفصل. بقول كل الكاتيجوري ار نستد، نستد عاملة كده زي شبكة، اوكي؟ لما يقول لك كيف الدومين محتوي اكتر من كيندوم، الدومين كل دومين مثلا عندك دومين اللي هو الايوكاريو بيحتوي على ممالك اللي هي مملكة النبات، مملكة الحيوان، مملكة الفطريات، كل دومين فيه له اكتر من مملكة، وكل مملكة بدورها تحتوي على اكثر من كلاسز، اكثر من صف. الكائنات اللي في نفس الدومين، بما انه الدومين فئة تصنيفية عالية، هيكون جنرال، الخواص بتكون جنرال تريت، صفات عامة مشتركة، جنرال تريت ان كومن، كلمة جنرال مهمة. لكن سيم سبيشيز يكون جدا سبيسيفيك، محددة التريت المتشاركة، يعني احنا كبشر من نفس السبيشيز صفاتنا نفس الشيء لانه احنا نفس السبيشيز. في أغلب الحالات in most cases category of classification can be subdivided into three additional category. كل واحدة نفس الـ species ممكن يكون فيه عندها ثلاثة category إضافية اللي هي suborder والorder، أول حاجة sorry superorder والorder والsuborder، وممكن كمان يكون عندي infraorder. ما ذكروا حاجة إضافية عنها، بس بقولك إنه كل كاتيجوري ممكن نصنفها أكتر من كده. ما ذكروا أي معلومة أخرى عنها في الكتاب ولا في السلايدات، معلومة اعرفيها. للأسف الشديد ما نقدر نحذف حاجة من عندنا لأنه هذا هو منهجك، وزي ما شفتوا كان الامتحان دقيق جدا. هذا الكلام نظري، حاولنا نحط أهم حاجة فيه إنه نعرف إن هي نستد متشعبة مع بعضها البعض، الكيندوم والفئات التصنيفية العالية بتكون جنرال، السبيشيز الجينوس بتكون سبيسيفيك. بعدين عندي كانت كل واحدة منهم سب ديفايدد للسوبر أوردر أوردر سب أوردر والإنفرا أوردر. طيب هنا بدأنا بالجد، والله الله بالجد جد، الله عليه. شوفوا معايا، أنا هذه الرسمة أضفتها، هي ما هي في الكتاب، لكن ما يعني ما لا تخاف، مو معلومات إضافية أبدا، بس بتوضح لي إنه أنا عندي three domain، ثلاثة domains. وأي معلومة أخذناها؟ الدومين الأول هو الإيوكاريا، والدومين الثاني الأركيا، والثالث هو البكتيريا. طيب من الإيوكاريا بتشعب عندي الكيندوم أكتر من مملكة طبعا، ومن الكيندوم هي الفيلم، ومن الفيلم الكلاس طبعا عندي أكتر من كلاس، من الكلاس الأوردر، الأوردر أكتر من فاميلي، الفاميلي أكتر من جينس، كل جينس أكتر من سبيشيز. صارت عندي شجرة ولا ما صارت شجرة؟ صارت عاملة زي تشجر. بس إحنا الآن عرفنا إنه إحنا بدنا ندرس حاجة أعمق من التصنيف، أعمق من الكلاسيفيكيشن، حاجة اسمها السيستميك. السيستميك هذه أول حاجة أخذناها لما بدأنا الشابتر، بتعتمد على التطور، نظرية التطور. في شغلة اسمها البول جيناتيك تري اللي هي شجرة السلالات. شجرة السلالات برضو بتعتمد زي كده إنه تعمل شجرة وتصنيفات وتفرعات، لكن بتعتمد على إنه ترجع لي إياها إنه كل الكائنات توضح مين هو الكومن أنسيستر حقها، السلف المشترك اللي اتطورت منه. بيكون عندي two or more lines، يعني ممكن أكتر من اثنين كائنات يكونوا جاوا من نفس السلف. Descent and branch، تفرعت from common ancestor، من سلف مشترك أو جد مشترك. Branch in a tree is diverse، يعني بيتفرع to give rise of two or more new groups. مثال هنا عندي المونكي والأبيس، هم يعني نوعين من القرود. لو جيت ترجميها في الجوجل أو هذا قرد وهذا قرد يعني، لكن هم قردين بيختلفوا إنه هذا ما عنده ديل، هذا عنده ديل، ببعض الاختلافات. Common primate ancestor، في عندهم ancestor أو جد مشترك، هنا بوضح لي مين هو الجد المشترك حقهم.
هذا الجد كان عنده يد متحركة زي هذا موبايل لمس أطراف متحركة. هذا الجد تطور منه نوعين. أوكي دايفينش is because monkey have their own drift trace. ليش احنا قلنا ان هما الاثنين لهم نفس الجد المشترك؟ عن طريق الصفات المشتركة، لان هما عندهم نفس الصفات فقلنا ان هما لهم نفس السلف المشترك، لقينا في عندهم صفات كثيرة مشتركة. هنكمل في الموضوع البوليجينيتيك تري او شجرة السلالات في المحاضرة القادمة. حبيت بس اعطيكم مثال عنها، ولانه المحاضرة الجاية هنراجع التعريف حقها، هنراجع ايش هي، هناخد امثلة اكثر، بس حبيت انه تحطوا في بالكم هذا المصطلح. المحاضرة هذه دسمة جدا مليانة نظري، يعني ان شاء الله بس حبيت اني اوضح لكم ايش احنا راح نشوف عندنا في المنهج. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وان شاء الله نكمل مع بعض في المحاضرات القادمة.